ساحة الكرامة من جبل العرب. اليوم 72 يوم الجمعة العاشرة، واقفين وقفة عز، وقفة كرامي. هذول هم أحرار جبل العرب. نحن مستمرين على موقفنا لإسقاط النظام المجرم، نظام بشار الأسد، نظام القتل، نظام الإرهاب، نظام الميليشيات، نظام المخدرات. هذا صوت السويداء. واليوم صار، بدنا نحكي موضوع صار بسويدا، صار تضييق بالنسبة للخائن هذا المحافظ اللي موجود بسويدا، عم يضيق على أهلنا بالقرى اللي شالت صور الطاغي، وعم يحرمهم من المي، عم بيقول لهم إذا ما رجعتوا صورة الطاغي بشار الأسد نحن رح نقطع عنكم المي، وكأنه هذا النظام وهالبلد هي سلعة لهم. فنحن هسه بنوجه له رسالة، غصب عنك المي اليوم بدها توصل على كل القرى بسويدا غصب عنك، أو بتنقلعوا كل آياتكم من هون. نحن بعدنا عم نقول سلمية، وإن الله أراد رح نقول ونظلنا نقول سلمية. أما هذا التصرف، هذا التصرف رح تتحاسبوا عليه. وهذه رسالة، نحن تواصلنا معه مش عم يرد ومتعالي عن الناس. هذا المحافظ بينقبر لعند الرئيس الخائن تبعه اللي نصبه هون عنا بسويدا. نحن مستمرين الله راد، وبعدنا عم نقول سلميين حضاريين إنسانيين، عم نطلع بكل رقي. وما في سجلت سويدا أي عمل لو إنه 1% بيسيء لسمعة الجبل أو بيسيء لسمعة سوريا. نحن ثوار حقيقيين متمسكين بهذه الأرض، عم نطالب بدولة عدل، دولة قانون، دولة مساواة. هذا اللي عم نطالبه، هذا مطلبنا الأساسي اللي طلعنا كرماله. يسقط نظام الأسد، نظام الأسد مجرم، متضامن مع كل أهلنا الأحرار بكل سوريا، بكل المحافظات السورية. أنتوا أهلنا ونحن أهلكم، ونحن بنعتز فيكم، وهذا خطابنا. واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد، الدين لله والوطن للجميع. هذه رسالة القائد العام للثورة السورية الكبرى سلطان باشا الأطرش. نحن وقت ما قمنا بالثورة ما طلبنا مناصب، لأن نحن طلبنا الوطن الشريف، ابن سوريا اللي يحكم سوريا، مش الخائن حافظ الأسد والخائن اللي بعديه بشار الأسد اللي باع البلد وقتل أكثر من 2 مليون سوري، وبالمعتقل أكثر من 1 مليون سوري، وهجر نص الشعب السوري وهدم سوريا ليدخل ميليشياته الإيرانية الإرهابية التكفيرية اللي دخلت علينا بشعارات ساءت للنسيج السوري. والله راد نحن مستمرين مع ثورة الشعب السوري 72 يوم، وراح نظلنا بالساحات. وهذه رسالتنا وآخر رسالة. هذه ماذا توصل؟ المي ماذا توصل؟ كل شيء راح يوصل لأهلنا. إذا بدكم تشتغلوا معنا بهذا التصرف راح نشلعكم من هون من سويدا. هذه الرسالة توصل، راح تنشلعوا من سويدا. والله محييكم. واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد.